بتغطية حصرية كارين بستاني بتواكب الجزء الثالث والأخير من مؤتمر الطاقة الاغترابية اللي عقد مؤخراً بساو باولو. شو رأيك بهيدا المؤتمر؟ بشو كان بتميز أكثر من أول سنة وتاني سنة؟ في نجاح نحن ما كنا منتظرين. منحس بفخر ومنحس إنه الحضور اللي كان موجود كان حضور حاشد جداً وكان لافت جداً وعلى مستوى من الجدية ومن الإيجابية. من بعد نجاح كتير كبير للسنة الثالثة على التوالي. أهم إنجازات المؤتمر بحلقة استثنائية من أسماء من التاريخ الأربعة 9:30 المساء على الـ LB2.